السلام عليكم يا طيبين، انا خليفة الهارون معروفكم مستر كيو مع رقمي تي في، واليوم عندي الون بلس 3. طبعا اول ما وصل قلت لازم اراويكم شنو داخل العلبة، بس حبيت اذكركم اولا هذه بس نظرة سريعة، وعقب ما نلعب مع الجهاز لمدة اسبوع بنسوي لكم المراجعة الشاملة. يلا خلينا نبتدي ونشوف شنو داخل العلبة. فهذه الون بلس 3، طبعا هذا التليفون من شركة ون بلس، شركة صينية، وهم قالوا ان يبون يعطونا احدث التليفونات، احدث التكنولوجيا ان شاء الله بارخص سعر او من ارخص الاسعار. خلينا نشوف شنو داخل العلبة. فعقب ما فتحنا العلبة نشوف ان احنا عندنا الواير، طبعا هذا الواير اليو اس بي سي، خلوني بس اشيل قطعة البلاستيك واقرب الواير، فتشوفون الواير باللون الاحمر وذكرني صراحة في بيتس باي دري، صح ولا لا؟ فطبعا انا اعتقد ان من ناحية جودة الواير هذه من احسن الوايرات، ونحب طبعا الباكجينج بشكل عام. لو احنا ايضا نرجع نشوف ان عندنا البلك، ولان هذا الجهاز من امريكا طبعا احنا عندنا البلك الامريكي، وايضا تشوفون كاتبين داش، ليش؟ لان احنا عندنا تكنولوجيا الداش او الشحن السريع، ومعناته ان نقدر نشحن الجهاز في تقريبا 30 دقيقه الى 60%، فطبعا هذه شيء حلو. فايضا اقدر اراويكم طبعا ان ما عطينا هذه، والتليفون كان موجود في هذه القطعه لما اول ما فتحت العلبه، وداخل هذه العلبه عندنا بعض الاغراض. فلو انا افتح هاي واسحب هاي اشوف ان عندي الدليل السريع، ايضا عندنا الضرس علشان نقدر نشيل الشريحه او الشرايح، لان طبعا نقدر نركب اكثر من شريحه في التلفون. فخلوني احط كل شيء على جنب، والحين خلينا نركز على الجهاز. يلا وهذه الون بلس 3. قبل ما نبتدي خلوني بس اشيل اللزقه، وعندنا لزقه ثانيه لان مركبين حمايه على الشاشه، بس انا بشيل الحمايه بعد شوي. خلينا نتكلم عن بعض المواصفات. من ناحية حجم الجهاز 152.7 ملم، عرض الجهاز 74.7 ملم، ونحافة الجهاز يعني نحف الجهاز 7.4 ملم. من ناحية الشاشة، الشاشة 5.5 انش، من ناحية الريزولوشن 1080x1920، وعندنا تكنولوجيا الأموليد، معناته أن اللون الأسود مفروض يكون أسود غامج والألوان أروع. من ناحية الـ PPI يعني دقة الشاشة 401 بيكسل في الانش. لو احنا نقارن هاي مع الايفون، الايفون 326 بيكسل في الانش مقارنة مع الجالكسي S7 577 بيكسل في الانش، معناته ان الـ One Plus 3 بين الاثنين. من ناحية المعالج عندنا معالجين، يعني سرعة الجهاز 2.15 كرايو، وأيضا عندنا المعالج الثاني 1.6 جيجا هرت كرايو، وطبعا هذه دول كور. السبب ان احنا عندنا اكثر من معالج، لان اذا احنا نحتاج شوية طاقة اكثر طبعا نقدر نستعمل 2.15 كرايو، طبعا هاي كلها تلقائيا، واذا نحتاج يعني نستعمل خلينا نقول نتصفح على الانترنت وما نحتاج يعني البروسيسر السريع، التليفون بيستعمل 1.6 جيجا هرت كرايو علشان يوفر في استهلاك البطارية. من ناحية الذاكرة عندنا 64 جيجا بايت، وما نقدر نركب SD كارد، فهذه مشكلة حق بعض الأشخاص. حاليا ما تقدرون تشترون الجهاز بأكثر من 64 جيجا بايت، فيمكن تحتاجون تستثمرون في خدمة خلينا نقول جوجل كلاود أو دروب بوكس أو box.net، عندكم عدة خدمات عشان تحولون معلوماتكم إلى الكلاود. من ناحية الرام يا شباب يا الطيبين، أنا دائما أتكلم عن الرام، ترى ون بلس 3 عطونا 6 جيجا بايت من الرام. الظاهر ان بعض الناس كان عندهم مشاكل مع هذا الجهاز، لان من ناحيه السيستم او السوفت وير، لانهم عندهم طبعا اندرويد بس يستعملون اللي يسمونه الاكسجين او اس معاه، انه كان ما قدر تفتح اكثر من خلينا نقول 4 إلى 6 تطبيقات في نفس الوقت لما تفتح اللي يسمونه الاب لانشر او الاب سويتشر، ولكن سووا ابديت وهذه ميزة ون بلس أو ميزة أجهزتهم. وهم دائما يسوون أبديتس، معناته أن تقدرون تقولون خلينا نقول على الأقل مرة في الشهر، هاي طبعا خلال يعني خبرتي مع ون بلس، ينزلون أبديت وينزلون يعني ميزات أكثر للتلفون، فهذه شيء حلو.
من ناحية النظام نفس ما قلت لكم طبعا احنا عندنا الاندرويد مع الاكسجين او اس، وهذه طبعا تقدرون تقول هذه نفس السكن او الثيم او الديزاين مالهم، وهم يغيرون يعني في بعض الاشياء وانا برويكم طبعا النظام بعد شوي. من ناحية الكاميرا الرئيسية، الكاميرا الرئيسية 16 ميجا بيكسل، وايضا نقدر نسجل فيديوهات 4K، وعندنا الاوبتيكال ايمج ستابلايزيشن، معناته هذه تكنولوجيا تثبيت الصور، هذه شيء حلو خاصة للناس اللي يتحركون وايد علشان يكون عندهم من احسن الصور، وهذه الاوبتيكال ايمج ستابلايزيشن OIS للفيديوهات وللصور. ايضا من ناحيه الكاميرا الاماميه، الكاميرا الاماميه 8 ميجا بكسل، معناته ان شاء الله نقدر نصور من احسن السيلفيز. من ناحيه البطاريه 3000 ملي ام. من ناحيه الالوان نقدر حاليا نشتري جهاز باللون الرمادي فقط، وهذا اللون الرمادي، وصراحه انا حبيت احساس الجهاز وحبيت اللون ايضا لانه كانه رمادي فاتح بين الفضي وبين الرمادي. من كم من يوم طبعا راونا في بعض المواقع ان نقدر نشتري الجهاز باللون الذهبي الفاتح، ولكن لحين ما نزل يقولون ان الموديل بينزل نهاية الشهر، معناته نهاية شهر 6 ولا او نهاية شهر 7 على ما اعتقد، نهاية شهر 7 وايضا في نهاية شهر 8 المفروض ان نقدر نشتري الجهاز باللون الاحمر، وطبعا انتم عارفين لان هذه لون ون بلس. شو عندنا من ناحية التكنولوجيا؟ نفس ما قلت لكم عندنا تكنولوجيا الشحن السريع وهم يسمونه الجاش تشارج، ونقدر نشحن الجهاز في 30 دقيقة إلى 60%. عندنا سيكوريتي البصمة من أمام التلفون، وهذا هو مني، وطبعا هذه مو بزر، هذه فقط مكان علشان نقدر نستعمل سيكوريتي البصمة، وعلى ما أعتقد نقدر نرجع إلى الصفحة الرئيسية أيضا من خلال هذا الزر، وهذه شيء جديد خاصة وإحنا نقارن هذا الجهاز مع الون بلس 2. ايضا طبعا نفس ما قلت لكم تقدرون تركبون اكثر من شريحه، عندنا الدول نانو سيم، وشكرا يا ون بلس 3 لان او شركه ون بلس، لان احنا تعبنا من الشركات اللي هم يركبون يعطونا الدول سيم بس لازم نركب النانو وايضا المايكرو. عندنا تكنولوجيا ال NFC، عندنا اليو اس بي سي، عندنا DLNA، عندنا A2DP، عندنا بلوتوث 4.2، وهذه ساعد في استهلاك البطاريه، هذه شيء حلو. وترى اذا ما شفتوا الفيديو احنا نزلنا فيديو ثاني تكلمنا عن بلوتوث 5، وهذه بينزل ان شاء الله في كم من شهر على ما اعتقد نهايه السنه. وايضا عندنا الواي فاي A, B, G, N, و A, C، هذه من احدث التكنولوجيا حاليا. لو احنا نشوف من يسار التلفون طبعا احنا عندنا بعض الازرار، عندنا زر علشان نرفع ونقصر في الصوت، وايضا عندنا سويتش، وميزه السويتش طبعا ان نقدر يا نرفعه علشان نسمع نحطه على السايلنت، او لو حطيناه سويتش على في الوسط نقدر نسمع الرنات للاشخاص المهمين مثل اهلكم، او خلينا نقول البست فريندز اصدقائكم الاعزاء، او حتى لو خلينا نقول حد من رقم تي في اتصل فيكم، على الاقل حطونا على الاشخاص المهمين لو سمحتوا. وايضا لو ننزل الى السويتش، يعني لو نزلنا السويتش الى الاسفل طبعا نقدر نسمع كل الاصوات. من اعلى الجهاز ما عندنا اي ازرار، من أسفل الجهاز عندنا السماعة، عندنا مكان عشان نقدر نشحن الجهاز ونحول معلومات من الكمبيوتر أو من الكمبيوتر إلى الجهاز، عندنا الميكروفون الرئيسي، عندنا 3.5 مليمتر هيدفون جاك عشان نقدر نركب سماعات، وعلى اليمين احنا عندنا مكان علشان أو زر علشان نقدر نشغل الجهاز أو نشغل الشاشة، وأيضا لو احنا ركبنا الضرس نقدر نشيل الدرج عشان نركب أكثر من شريحة. ومن وراء التلفون طبعا نفس ما شفتوا عندنا الكاميرا الرئيسية، عندنا الفلاش، وعندنا الميكروفون الثاني، وبحاول أقرب الكاميرا شوية علشان تقدرون تشوفون الميكروفون الثاني، يمكن ما يبين بس الميكروفون مني. ايضا حبيت اراويكم عندنا انحناء بسيط على الشاشة، وطبعا هذه شيء حلو خاصة يعني من ناحية استعمال الجهاز لما احنا نسوي سوايب، وفي بعض الفيديوهات انا قلت لكم هذه شيء مهم لي شخصيا، وطبعا يمكن هذه مهم لكم انتو ايضا. وطبعا احنا لو نشوف الزر اللي على اليسار نفس ما قلت لكم، هذه اللي يسمونه الزر عشان نقدر نحطه في البرايورتي مود او في الصامت، نشوف عندنا اللي يسمونه التكستشرد جروب، ليش؟ السبب انه عشان نقدر نسحب الزر سهولة، وعلشان ما يعني الصبع ما يزلق لما احنا نحاول نستعمل الزر. فنفس ما قلت لكم شباب احنا عندنا شاشة أموليد، ولو انا اسوي كذي دبل تاب نقدر نشوف ان الشاشة صراحة شاشة جميلة، ولو انا احرك الجهاز الى اليمين واليسار نشوف ان ما عندنا اي مشاكل في النظر يعني الى الشاشة من اي جانب.
وايضا حبيت اراويكم سكيورتي البصمة. طبعا لما انا استعمل هذه الزر، لو انا المس الزر طبعا حق لحظة اقدر اشغل التلفون يفتح لي الى الصفحة الرئيسية على طول. طبعا لو تتذكرون مع الايفون 6S لانهم استعملوا التكنولوجيا الجديدة، لما احنا نلمس الزر عشان نشوف المعلومات اللي على الشاشة طبعا اشتكينا، لان قلنا ما كان عندنا فرصة عشان نقرأ اللي على الشاشة، لان لما ضغطنا على الزر بلحظة طبعا فتح لنا الصفحة الرئيسية. ولكن الحين مع الون بلس 3 نقدر نلمس الشاشة مرتين، او طبعا نقدر نهوس على زر الطاقة، واذا بغينا نفتح الى الصفحة الرئيسية نقدر نلمس الزر. خلنا نستعمل الكاميرا. لو انا اشغل الجهاز واختار الكاميرا، قالت الصراحة خلنا نشوف اذا اقدر اصور صور بسرعة. صراحة ما عندي اي مشاكل في التصوير، والحين خلوني بس اصور صورة عادية وان شاء الله بنشوف جودة الكاميرا. خلنا نشوف من ناحية الزوم، ولو انا افتح الصورة، شلون افتح الصورة كذي، نعم اقدر اشوف ان الصراحة من ناحية الريزولوشن ما عندي اي مشاكل. من ناحية دقة الصورة صراحة كأن الصورة حلوة، ومن ناحية اللون احس ان كأن اللون قريب من اللون الحقيقي، ولكن طبعا انتم تشوفون ان اللون الابيض شوي غير على الشاشة مقارنة مع العلبة او طبعا مع الصورة اللي انتم تشوفونها على اليوتيوب. يمكن ربما انتم تقدرون تشوفون طبعا بعض الخطوط مني قاعد تحرك، طبعا هذه مو مشكلة مع التليفون، هذه بس الفريم ريت او الفريم في الثانية مع كاميرتنا، فطبعا هذه ما يبين على التليفون. من ناحية الازرار حبيت اقول لكم ان تقدرون تستعملون طبعا الازرار اللي باللمس من اسفل الشاشة مني، وهذه يفتح المنيو، وهذه طبعا يفتح هذه الرجوع عشان نرجع الى الصفحة الرئيسية او الصفحة السابقة. واذا ما بغينا نستعمل هذه الازرار نقدر نرجع الى السيتنجز ونرجع الى الباتنز، ونقدر نغير الباتنز الى طبعا الاون سكرين او السوفت وير باتنز. هذه اذا ما بغيتوا تستعملوا الازرار اللي باللمس. طبعا انا افضل استعمل الازرار، والسبب لان طبعا اقدر اشوف كل شيء على الشاشه الرئيسيه، وما بغيت اي مشاكل، ما بغيت يعني بغيت اشوف كل شيء، كل شيء يا ناس كل شيء. انزين ايضا تقدرون تشوفون ان نقدر نتحكم حتى في الليت اللي من وراء الازرار. طبعا الحين ما نقدر نشوف اي ليتات، ولكن لو انا شغلت هاي اقدر اشوف الليتات الصغار. واذا بغينا ايضا نقدر نختار سواب باتنز، هذه شيء مهم حق الكثير من الناس. ليش؟ لان سامسونج هم يفضلون يحطون مثلا الرجوع او الباك مني على اليمين، ويحطون الكويك تشينج او السويتشر على اليسار، ولكن مع باقي التليفونات يحطون السويتشر على اليمين والرجوع الى على اليسار. فانتوا اختاروا، انتوا تقدرون تختارون، وطبعا هذه ميزه الون بلس 3، انتوا تقدرون تقررون شنو الافضل لكم، تقدرون تغيرون مثلا في القائمه او في السيتنجز، تقدرون تغيرون في الازرار، ايضا تقدرون تغيرون في النظام. طبعا لو احنا دشينا في الكستمايزيشن تقدرون تختارون مثلا دارك مود، وهذه بيغير الثيم الى اللون الاسود، طبعا انا افضل الدارك مود اكثر. تقدرون تغيرون الاكسنت كلر، هذه خلينا نختار طبعا لون رقمي، هذه لون رقمي مني اللون الازرق. تقدرون تغيرون لون الالوان الاي دي، لان احنا عندنا الاي دي من اعلى الشاشه. تقدرون ايضا لو نرجع تغيرون حتى اللي يبين على الستيتس بار من اعلى التليفون. ساعات احنا عندنا عده رموز، يمكن احنا ما نبي نراوي مثلا الواي فاي، قدرت اشيل الواي فاي لو انتم لاحظتوا مني، واقدر ارجع الواي فاي. ايضا انتم تقدرون تتحكمون في تليفونكم، وهذه قصه ون بلس. ون بلس يقولون انتم تختارون، وهذه تليفونكم انتم. ف ان شاء الله انتم تحبيتوا، يعني هذه بس خلينا نقول المراجعه السريعه، طبعا هاي مو بس مراجعه، طبعا هاي بس نظره سريعه. ويعني احنا بننزل المراجعه الشامله في اسرع وقت. طبعا اقدر ارويكم شيء اخير، طبعا احنا عندنا الجستشر تكنولوجي، ولو انا اختار مثلا طبعا عندنا الدبل تاب تو ويك، اقدر اختار درو اوتو اوبن كاميرا، والفكره ان لما انا اسكر التليفون لو انا سويت كذي اقدر اشغل الكاميرا على طول.
فإذا عندكم أي سؤال، عندي طلب أبيكم تسألونه في أسفل الفيديو علشان إحنا نقدر نتأكد أن نكتب لكم أو نقدر نراجع الأشياء اللي أنتم تبون تشوفونها في المراجعة الشاملة. فهذه التليفون الون بلس 3. وايضا حبيت ارويكم الكفر، طبعا تقدرون تشترون بعده الوان، هذه اللون الساندستون، اللون الاسود الساندستون، وطبعا من ناحيه احساس الجهاز هاي من احسن الاحساس لاي كفر استعملته في حياتي صراحه. انا حبيت الساندستون وايد. اذا ما حبيتوا الساندستون طبعا تقدرون تشترون الخلفيه بلون باللون الابيض او الكربون فايبر او حتى الخشب. طبعا خلوني بس اركب هذه في التليفون، اقدر اركب الخلفيه كذي. فإن شاء الله أنتوا حبيتوا هذا الفيديو السريع. إذا أنتوا حبيتوا الفيديو لا تنسون تعطونا لايك، إذا عندكم أي سؤال اكتبوا لنا في أسفل الفيديو، إذا عندكم أي ملاحظات أو إذا تبون تعطونا أي اقتراحات علشان نقدر نتحسن اكتبوا لنا أيضا في أسفل الفيديو. طبعا لازم أشكركم، شكرا 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 للغالي، لأن أنتوا تساعدونا علشان إحنا نقدر نتحسن. وطبعا للأشخاص اللي قالوا يبوني أنا أسوي الفيديوهات شوي أسرع، طبعا حاولت أتكلم أسرع في الفيديوهات لكم أنتوا، ونفس ما قلت لكم إحنا دائما نحاول نتحسن لكم جميعا. فإذا أنتوا تبون تشوفون سعر الجهاز تقدرون تشوفون سعر الجهاز في أسفل الفيديو في قسم الديسكريبشن، وإن شاء الله إحنا ما قصرنا معاكم. انتظروا بعد أسبوع وإحنا بننزل التقرير الشامل. شكرا ومع السلامة.